أعزائي المشاهدين، في بلاد طيبة ترك لنا الأسلاف الكثير من التراث الذي يحق لنا أن نفخر به، فرغم مرور الزمان دائما يبقى في الأذهان ما تعجز أن تطاله يد النسيان. من أجل هذا نضع بين أيديكم مشاهدينا سجلات بلادنا في دفاترها القديمة. بلاد طيبة. بلاد طيبة التي توصف دائما بأنها شعب أصيل بتاريخ عريق على أرض طيبة، يقرا علينا المهندس أسامة فهمي الباحث في التراث بعضا من منشطات الأخبار التي نشرت في الصحف والمجلات منذ زمن فات، معلقا عليها ومبينا أن الحاضر هو مجرد رجع صدى للماضي وأن تاريخنا يقوي انتماءنا لحاضرنا. مساء الخير حضرات السادة المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من مكتبة والدي السيد محمد فهمي اللي أسراني بتاريخ مصر في مجلاتها القديمة. حنتصفح المرة عدد مجلة المصور الصادر في أغسطس 1934. تاريخ قديم، نبدأ في البحث عن ما كان في داخل مصر في هذا العام. صورة الغلاف، صورة لبعض الشخصيات السياسية هنتعرف عليهم، كل منهم يمسك آلة من آلات الطرب، وعشان نتعرف عليهم هنشوف المصور من الداخل بيعلق على الشخصيات دي هي مين. هنتأمل صورة الغلاف. تخت الفنان الأستاذ عبد الفتاح يحيى، طبعا ده دولة عبد الفتاح يحيى باشا. الواقفون من اليمين إلى اليسار، النابغة الأستاذ صليب سامي بطبلته التي يوقع عليها نغمات الحرب والطعان، الأستاذ الغربلي المتفنن مطرب المستحقين في الأوقاف، الأستاذ الموسيقي عبد العظيم راشد
يوقع على الربابة لشركات الامتياز. سنيد التخت الأكبر والماسك على الوحدة القيسي المشهور. المطرب الأكبر زعيم التخت الأستاذ عبد الفتاح. ناقر الدربكة المعروف الأستاذ المنزلاوي. مطرب الدودة والجراد القانونجي الأصولي الأستاذ أحمد علي. الأستاذ حسن صبري المذيع الأكبر والبروجي الأشهر. الجالسان من اليمين الأستاذ كريم، وفي يده نفير قانون السيارات الأستاذ حلمي عيسى مطرب الطلبة. وده إسقاط على الوزارة اللي موجود فيها التكوينة اللي مع عبد الفتاح باشا. ماذا يقصد المحرر ورئيس التحرير المجلة الأستاذ فكري أباظة في هذا الوقت؟ ده كان مرتبط بوضعية هذه الشخصيات في التحكم بالأحداث السياسية والمطالب الشعبية في هذه الفترة. هندخل بعد كده نتجول في صفحات المجلة. عندنا في صفحة 2 شخصيات انجليزية في مصر، ودي بتحمل المقالة الرئيسية لفكري أباظة، عنوانها فكري ماير او أباظة مارتن. بيتقدم في اول الصفحة اولا نعم، ليكن في علم اولا دولة عبد الفتاح باشا يحيى باشا، ثانيا معالي حلمي عيسى، ثالثا بقية الحكومة، رابعا اقاربي، خامسا اصدقائي واحبابي، سادسا مواطني المساكين. ليكن في علم هؤلاء جميعا، ثم ليكن في علم دوائر البوليس وقلم تحقيق الشخصية وقلم الرخص وقلم الباسبورتات والمحاكم الاهلية، انني من الان فصاعدا لا أدعى فكري أباظة، وإنما اسمي 1 من 2، فكري ماير أو أباظة مارتن. السبب يا مواطني التعساء البؤساء أيها المصريون الأغراب في بلادكم، السبب أنه أصبح من المستحيل أن يعيش في هذا البلد صحفي مصري بطربوش في الوقت الذي يعيش فيه الصحفيون غير المصريين ذوي قبعات. مين هو جورج ماير؟ جورج ماير الأستاذ بالجامعة المصرية الذي يقبض من دم الفلاح المصري مرتبه، والذي يستلم كل شهر من خزانة الحكومة هناءه ونعيمه، والذي يتمرغ في تراب وادي النيل ويشرب من ماء النيل. جورج ماير هذا لا تهمه مصر بأسرها أمة وحكومة. هذا جورج ماير لم يعبأ بالقانون الذي يحرم على الموظفين مراسلة الجرائد. جورج ماير هذا يسخر من مصر خارج مصر. جورج ماير هذا الذي قيل أن وزير المعارف فصله وطرده ونبذه نبذ النواة. جورج ماير هذا عاد ليلعب ويقبض مرتبه ويشغل وظيفته رغم أنف الحكومة ورغم أنف الشعب المسكين. مستر مارتن الذي يحمل على الحكومة وعلى الأمة في كل مناسبة، مارتن الذي ناوى الحكومات المصرية في جميع الأدوار منذ يوم أن كان موظفا مصريا إلى أن أصبح في مصر صحفيا إنجليزيا، هذا الذي قبض من دم الفلاح يقابل أقطاب الأمة ووزرائها كل يوم، فلا يجرؤ موظف مصري مهما عظم أن يقول له تلت التلاتة كام. هكذا لا يستطيع فكري أباظة المصري الصميم الفلاح ابن الفلاح الذي يدفع للحكومة الضريبة، والذي قد يصبح وزيرا كهؤلاء الوزراء لأنه ليس أقل منهم شأنا، بل ربما كان أسمى فكرا وأحمى وطنية، لا يستطيع فكري أباظة ولا أحد من إخوانه وزملائه أن يقول كلمة من دم قلبه، وإلا وتقوم عليه القيامة ذات اليمين وذات اليسار، ويحارب من الوزارة في اعتقاده ورزقه، بينما جورج ماير الفرنسي
يمس القومية المصرية في الصميم، فيقال إنه طرد ورفت وفصل، ثم يقول لا. بينما مارتن الإنجليزي يطعن القومية المصرية في الصميم، ومع ذلك يحظى بالأبواب المفتوحة على مصارعه. هنا الكاتب ما أبداش حتى هذه اللحظة ليه، وليه الموقف ده، في أي شيء تم توجيه هذا الخطاب ناحيته، إلا إن هو في الآخر بيتكلم بيقول: أليس هذا هو العدل يا سيدي عبد الفتاح يحيى باشا؟ نحن وزملاؤكم في المصرية وشركاؤكم في الجنسية وأندادكم في القومية، أن تحن قلوبكم علينا كما حنت على جورج ماير وشركاه، وأن تدلعونا نحن أيضا كما دلعتم جورج ماير. أسمعنا صوتك يا سيدي، وقل ما هو دفاعك في الموضوع. أرأيت يا سيدي الوزير الكبير كيف يعيش المصري غريبا في بلده، وكيف يعيش الأجنبي فوق رؤوس أمثاله من المصريين؟ هي حالة متكررة بالطبع، الأجنبي دايما اللي جاي وموجود بيبقى ليه هو السيادة في فترة ما قبل ثورة يوليو، وجايز يمكن فكرة بعض أخد عينة لهذين الشخصين بيحاول إن هو يرمز بيهم لمن هم أكثر عددا موجود داخل مصر. ندخل مرة أخرى في عنوان ما بين بولكلي ومصطفى باشا وغيرهما. الأشياء دي كلها بتبقى بتمس في الصيف في مصر، دايما أخبار بتكون من اسكندرية وأكتر من أي حاجة. في كاريكاتير موجود في الصفحة الرابعة بيقول: شوهد المستر بين مفتش النيابات في نواحي كفر الشيخ منذ أيام، وشوهد غيره من الإنجليز في نواحي الريف وبالأخص شربين هذا الأسبوع، يتصلون بالأهالي ويستوضحون عدة مسائل مصرية بحتة خاصة بأسلوب الإدارة وإحساس الأهالي نحو الحكام، والمقولة أنهم رسل بعث بهم إلى الريف بعث بهم إلى الريف العميد البريطاني لجمع المعلومات. هل تعلم الحكومة بذلك؟ شأنها شأن المنظمات الأجنبية اللي في الفترة الحالية متغلغلة داخل محافظات مصر بحجة المساعدات الإنسانية، وهي بتمارس نفس الشيء. آخر حاجة نختتمها في هذه الفقرة: عرائد دودة. كانت هذه المجلة وحدها أول من أذاع سر المفضوحين المذلولين الذين وجهوا عرائضهم وشكواهم للمندوب السامي البريطاني، ووقعت في يدنا عرائض من ضآت أصحابها، ولكننا امتنعنا عن نشرها حماية منا للصالح العام. وكشفنا من شهر ونصف حكاية عريضة شركة أبي قير، وذكرنا أن دار المندوب السامي وجهت للحكومة مذكرة من 15 ورقة فولسكاب في هذا الموضوع، وجاءت الجرائد اليومية بعدنا بشهر ونصف فنشرت حكاية العريضة بشكل مبهم كأنه شيء جديد. اليوم نقول أن عرائض رفعت لدار المندوب السامي بخصوص عمال متفاوتي الأعمار، قيل أنهم سيقوا إلى الحقول بحالة مزعجة ودفعت لهم أجورا ضئيلة، ثم تركوا ليعودوا إلى بلادهم على بعد 80 ميل بغير نقود وبغير غذاء بعد العناء والمشقة. وجه الأهمية في هذا الخبر أن صبة الدودة وعمال تنقية الدودة بسطاء لا يفهمون الشكوى لدار المندوب، ولا يجول في خواطرهم هذا، فمن هو الخائن القذر الذي تولى متطفلا الشكوى لدار
المندوب السامي البريطاني، وما هو الغرض من هذا؟ إلى الحكومة المصرية التي تسيء بنا الظن وتثور علينا بمناسبة كل مقال، نرفع هذا الخبر إليها لمصلحتها ولمصلحة هذا الشعب ولمصلحة القومية المصرية. تعبير أنا أول مرة أراه في المجلات، القومية المصرية التي يجب أن تتجاهل مقر الإنجليز. بهذا حضرة السادة نصل إلى نهاية هذه الحلقة، ونواصل معكم استعراض ما جاء في مجلة المصور عام 1934 في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله. في ختام هذه الحلقة نشكر لكم حسن المتابعة، ونشكر لضيفنا المهندس أسامة فهمي الباحث في التراث ما أتحفنا به من كنوز نادرة قل أن نجد مثلها إلا في مكتبات من يحيون بالتاريخ ويحيون للتاريخ.